صباح الخير او مساء الخير على حسب هتشوف الفيديو انت. جيت لكم بسرعة المرة دي. في حكاية حلوة عايزة احكيها لكم. كان في اب عنده 3 عيال. الاب ده يعني ربنا افتكره، هو كان عنده 19 جمل. 19 جمل دول وصى عياله وصية ان هما ياخدوهم ازاي. قال لهم الكبير ياخد النص، والوسطاني ياخد الربع، والصغير ياخد الخمس. فبعد ما الأب توفى هم قعدوا يفكروا ازاي الكبير هياخد النص من 19 جمل، يبقى ازاي 19 على 2 فيها 9.5، يعني مش هينفع. فضلوا يفكروا ازاي كل واحد هياخد نصيبه، حتى 19 ما ينفعش تتقسم ولا على 4 ولا على 5، عشان الوسطاني ياخد الربع والصغير ياخد الخمس، مش هتنفع. ففضلوا يفكروا واتخانقوا مع بعض وكده، وفي الاخر لما ما لقوش حل قالوا لازم نستشير حد بيفهم. فراح الواحد معروف عنه الحكمة وسألوه نعمل ايه في الموقف اللي احنا فيه ده. فسمع منهم الحكاية طبعا بالظبط، وفضل يفكر يفكر يفكر، وفي الاخر جاله فكرة. راح الراجل ده جاب جمل من عنده هو شخصيا وراح حطه على 19 جمل، فبقوا كام؟ بقوا 20. 20 ادى منهم النص للكبير، يبقى الكبير خد 10، وبرضو 20 ادى منهم الوسطاني الربع. 20 على 4 فيها الخمسة، يعني الوسطاني خد 5 جمال. والعشرين هما ادى منهم الصغير الخمس، 20 على 5 فيها الأربعة، يبقى الصغير خد 4. لما نيجي نحسب هنلاقي ان 10 زائد 5 زائد 4 هيساوي 19، والجمل رجع لصاحبه تاني. الفكرة من القصة دي ان احنا علشان يبقى عندنا حلول لازم ندور على الجمل 20 اللي هي الأرضية المشتركة للحل، حاجة مشتركة، حاجة نقدر نفكر فيها مع بعض. لكن احنا نفضل نتخانق كده من غير اي فايدة، مش هنوصل لأي حلول. كمان عشان نوصل لحل لازم نبقى متأكدين إن في حل، ونبقى عايزين إن يكون في حل. لكن لو مش متأكدين ومش عايزين، عمر ما في أي مشكلة هتتحل. يا رب الحكاية تكون عجبتكم، مش هطول عليكم، وبرضه هجيلكم في أقرب وقت ممكن. شكرا، سلام.